جهاز مولد التنبيه الاستيموليتر هو جهاز يقوم بتوليد صدمات كهربائية يتم نقلها عادة عبر حامل الإلكترودات لجهاز الأوسيلوسكوب الذي سنتعرف عليه بعد قليل. نشاهد على الجهاز أول شيء مفتاح التشغيل، هذا مفتاح تشغيل الجهاز. طبعا نلاحظ هون إضاءة مصباح بلون أحمر يدل على دخول الجهاز في حالة العمل. نلاحظ على الجهاز عدد من المفاتيح والأقراص. نلاحظ أن كل قرص وتحته مفتاح، قرص وتحته مفتاح. لنبدأ أولا بالمفتاح والقرص الأول فولت، وهو مفتاح وعامل ضرب شدة التنبيه. مفتاح وعامل ضرب شدة التنبيه، يتحكم هذا المفتاح بشدة التنبيه المراد تطبيقها على العصب أو العضلة أو أي نسيج حي. وحدات قياسه هي الفولت والميلي فولت كما نلاحظ. شاهد القرص مرقم من الواحد وحتى الخمستاش. المفتاح الذي تحته نلاحظ أن لدينا هنا إكس زيرو ون إكس ون وهكذا، فلذلك يسمى مفتاح وعامل ضرب شدة المنبه. يعني بمعنى آخر، إذا وضعت أنا المفتاح على القيمة إكس ون ووضعت القرص على القيمة خمسة، فواحد ضرب خمسة يعني خمسة فولت، أي أن التنبيه الذي أقدمه الآن هو خمسة فولت، شدته خمسة فولت. المفتاح الثاني duration، مفتاح وعامل ضرب زمن تأثير التنبيه. زمن تأثير التنبيه، دائما يا أخوان المنبه يحكمه ثلاث أشياء: قوة المنبه وزمن تأثير المنبه وتردد المنبه. فزمن تأثير المنبه أيضا شيء هام جدا. إذا مفتاح وعامل ضرب زمن تأثير المنبه، وحدات قياسه ثانية والميلي ثانية. أيضا هنا لدي المفتاح في الأسفل عدة قيام، والقرص في الأعلى مرقم الواحد وحتى العشرة. يعني الآن مثلا إذا كنت واضع المفتاح في الأسفل على القيمة إكس واحد يعني عشرة، عفوا واحد ضرب، والقرص على القيمة سبعة، يعني الآن زمن تأثير التنبيه سيكون سبعة ثانية، سبع ثواني، سبع ثواني. المفتاح والقرص الثالث مفتاح الديلي، يتحكم هذا المفتاح والقرص في زمن تأخر الصدمة التنبيهية عن بداية الشاشة في الأوسيلوسكوب كما سنرى مستقبلا. وحدات قياسه هي الميلي ثاني. المفتاح والقرص الأخير وهو مفتاح وعامل ضرب تردد التنبيه، يتحكم هذا المفتاح بمعدل تردد التنبيه. وحدات قياسه هي الهيرتز، وحدة قياس التردد هي الهيرتز عادة. أيضا هنا لاحظوا المفتاح مثلا في الأسفل موضوع على القيمة إكس عشرة، والقرص على القيمة خمسة، يعني عشرة ضرب خمسة يعني تردد المنبه الآن 50 هرتز. إذا هذا ما يتعلق بجهاز الاستيموليتر أو جهاز مولد التنبيه. لننتقل الآن إلى جهاز آخر. هذا جهاز رسم الذبذبات، وهو جهاز إلكتروني يستخدم لتسجيل وقياس الذبذبات الكهربائية الويفز الصادرة عن النسيج الحي عادة مثل النسيج العصبي. طبعا الذبذبات الكهربائية أو الإشارات الكهربائية التي تصدر عن النسيج العصبي لا تتجاوز عادة 100 ميلي فولت، يعني 1 على 10 من الفولت. فجهاز رسم الذبذبات هذا يقوم بتضخيم هذه الإشارات الكهربائية لمشاهدتها على الشاشة. طبعا الأوسيلوسكوب يلاحظ عليه عدد من المفاتيح. أيضا هنا لدينا أول شيء مفتاح التشغيل، فلو ضغطنا مفتاح التشغيل هنلاحظ ظهور لون أحمر يدل على بدأ عمل الجهاز. أما عن المفاتيح والأقراص الموجودة فلدينا أول شيء مفتاح مكتوب عليه SEC DIV يعني Second Division،
أي مفتاح الزمن أو مقياس السرعة. مفتاح الزمن أو مقياس السرعة. هذا المفتاح يقيس سرعة حركة الحزمة الإلكترونية الضوئية أفقيا على الشاشة، فهو يشير إلى الزمن اللازم للحزمة كي تقطع مسافة أفقية على الشاشة قدرها 1 سنتيمتر. لو لاحظنا الآن الشاشة، لو وجدنا أن الشاشة مقسمة إلى مربعات، لاحظوا طول ضلع هذا المربع 1 سنتيمتر. فهذا المفتاح إذن يقيس سرعة الحزمة الإلكترونية أفقيا على الشاشة. يعني بمعنى آخر، لاحظوا الآن التغيير الذي يمكن أن يحصل. لاحظوا هذه الحزمة الإلكترونية الضوئية كيف عم تصير على الشاشة. الآن سرعة الحزمة الضوئية كل ثانية عم تقطع مربع واحد. الآن لو قللنا الزمان حنلاحظ أنه السرعة عم تزداد كلما قل الزمان، الآن 1/10 من الثانية، لاحظوا السرعة تزداد. إذا كلما قل الزمن طبعا اللازم لقطع مسافة محددة فإن السرعة تزداد، هذا أمر طبيعي. إذا كلما قل الزمن اللازم لقطع مسافة محددة كلما ازدادت السرعة. لاحظ طبعا الآن الزمن 1 ملي ثانية، 1 ملي ثانية طبعا لم نعد ندرك السرعة، فصرنا نشوفها كإشارة. إذا هو مفتاح وحدات قياسه ثانية وملي ثانية ومايكرو ثانية لكل سنتيمتر. المفتاح الثاني وهو مفتاح الفولتية، هذا مفتاح الفولتية فول ديفيجن. هذا المفتاح يقيس انحراف الحزمة الإلكترونية عن مسارها الأفقي، وحدات قياسه هي فولت وملي فولت ومايكرو فولت. إذن يقيس انحراف الحزمة الإلكترونية عن مسارها الأفقي. فلاحظ التغيير فيه، عندما أغير بالمفتاح لاحظ الإشارة الكهربائية عم تزداد عموديا. إذن هو مفتاح يقيس انحراف الحزمة الإلكترونية عن مسارها الأفقي. وحدات قياسه طبعا الفولت والميلي فولت. الآن لنتعرف على جهاز آخر، جهاز مولد الذبذبات الفانكشن جنريتر، يستخدم لتوليد صدمات كهربائية تجريبية تمكننا من التدرب على حساب عادة تردد وسعة الذبذبة الكهربائية. هذا الجهاز يعمل متواقتا مع جهاز راسم الذبذبات أو الأسلسكوب الذي تعرفنا عليه قبل قليل، حيث ترتسم الذبذبات أو الموجات على شاشة جهاز الأسلسكوب. نلاحظ على الجهاز عدد من المفاتيح والأقراص. أول شيء في عنا مفتاح التشغيل، هذا مفتاح التشغيل باور. 2 في عنا مفاتيح الترددات، هذه مفاتيح رينج، مفاتيح الترددات. في عندي تردد 10 و100 و1K، يعني 1 كيلو، 10K 10 كيلو، و100K 100 كيلو. طبعا قبل قليل أشرنا إلى أن وحدة قياس التردد هي الهيرتز. عندي أيضا مفاتيح شكل الإشارة التي أريدها على شاشة الأسلسكوب. يعني لاحظ الآن هذه الإشارة الموجودة على جهاز الأسلسكوب، لو الآن غيرت الشكل لاحظوا الآن أصبح الشكل مسنن. إذا أعود، هذا الشكل نسميه الشكل الجيبي للإشارة الكهربائية، الشكل الجيبي، هذا الشكل المسنن. وعندي شكل ثالث أيضا إذا ممكن أن أبدل، لأنه هذا الجهاز كما أشرنا هو جهاز تدريب. عندي طبعا على اليسار مفتاح ضبط التردد فريكوانسي، وعندي على اليمين أمبليتود مفتاح ضبط السعة، سعة الموجة الكهربائية. جهاز الكيموغراف هذا الذي نشاهده هو في الحقيقة عبارة عن جزئين، جزء خاص بالتسجيل وجزء خاص بالتنبيه. فهذا الجزء الخاص بالتنبيه في إلكترودين يذهبان إلى القاعدة التي نضع عليها عادة حيوان التجربة. لدي هنا مفتاح الفولتية، مفتاح شدة أو قوة المنبه، وهنا مفتاح زمن تأثير التنبيه،
وهذا مفتاح تردد التنبيه. فلا بد عادة من أن أضبط هذه المفاتيح، لأنه كل منبه له 3 شروط: قوة التنبيه وزمن تأثيره وتردد هذا التنبيه. أما الجزء الثاني هنا فخاص بسرعة حركة الأسطوانة الدوارة، وأيضا هون لدي مفتاح هذا إذا كنت بدي إنه الأسطوانة تدور دورة واحدة فقط وتتوقف. لاحظوا الآن لو ضغطته بعد ما تدور الأسطوانة دورة واحدة بتتوقف عن الدوران. طبعا هذا الجهاز عادة كما أشرت نقوم بإجراء بعض الدراسات عليه الخاصة بالنفضة العضلية أو التقلص العضلي، وأيضا تسجيل ضربات القلب لحيوانات تجربة صغيرة كالفأر أو كالضفدع. هذا جهاز يسمى ستيروتاكسيك، يتكون من قاعدة معدنية مثبت عليها 3 محاور: الأول يتحرك من اليمين إلى اليسار، والثاني إلى الأمام والخلف، والثالث يتحرك إلى الأعلى والأسفل. لهذه المحاور عدة وظائف: هي تثبيت رأس الحيوان مدروس فأر جرذ قط أرنب بعد تخديره، وأيضا تحديد الأبعاد الثلاثية للمنطقة الدماغية المدروسة. فهذا الجهاز يستخدم في دراسة المناطق الدماغية لحيوان التجربة، وكذلك يمكننا من تحديد مكان زراعة الإلكترودات بموجب أطلس الرسم الدماغي للحيوان الذي نجرى عليه التجربة. هذا الجهاز أو هذه القاعدة لها عدة أحجام تستخدم حسب حجم الحيوان المدروس. فمثلا هذا اللي أمامنا الآن يستخدم بالفأر أو جرث صغير. هناك طبعا قواعد أكبر تستخدم للجرذ أو للقط أو للقرد وإلى ما هنالك. إذا لاحظ معي هذه المحاور الثلاث التي تحدثت عنها، لاحظ هذا المفتاح يحرك لي إلى اليمين واليسار. لاحظوا هنا كيف حركة إلى اليمين وإلى اليسار، وهذا بيحرك لي إلى الأعلى والأسفل. إذن إلى الأعلى والأسفل، وهذا بيحرك لي القاعدة. لاحظ إلى الأمام وإلى الخلف. أما هنا فيتم عادة تثبيت حيوان التجربة عن طريق الأذنين وعن طريق الفك. طبعا كل هذه المحاور مرقمة. لاحظ ترقيمات من 0 8 7 6 5 4 إلى ما هنالك. فإذا هنا أيضا طبعا لأن دراسة المناطق الدماغية تتطلب دقة في تحديد المنطقة الدماغية التي نريد دراستها. أيضا هنا نلاحظ ترقيمات 1 2 3 وما بينهما طبعا بالسنتيمتر والمليمتر. هذه طبعا قواعد ستيروتاكسيك. كما اشرنا نحن هذه القواعد يختلف حجمها بحسب حجم الحيوان الذي نريد ان نقوم بدراسة المناطق الدماغية لديه. فهذه مثلا تستخدم لجرذ او لأرنب صغير. هنا نلاحظ قاعدة اخرى اكبر حجما تستخدم للقط أو للقرد.